سيادة الرئيس قال انه الدولة المصرية بكل طاقتها وامكانياتها بتعمل على تحقيق الامن بمفهومه الشامل، وطبعا ده من خلال المشروعات القومية الضخمة اللي بيبذل فيها المصريين كل جهدهم وطاقتهم عشان يأمنوا بلدهم من الحاجة الاحتياج يعني أو الفقر، وعلشان يوفروا لولادهم حياة كريمة. تعالوا نشوف. أنا بسمع كتير من المحللين الاقتصاديين بيتكلموا في القنوات وبيكتبوا في الجرايد، بس أنا عايز أقول لكم كلكم حاجة، في فرق كبير قوي بأنك أنت تقول رأي وأنك أنت تنفذ الرأي. فرق كبير قوي انك تقول رأي وانك تنفذ الرأي ده مع رأي عام، مع ناس، مع دولة في ظروف كتير قوي بتتحط في الاعتبار. لسه كنت برضو بقول بتكلم في النقطة ديت وبقول لهم اتقال لنا، وده من يعني من اقتصاديين كتير، ان احنا محتاجين نعمل انكماش شديد جدا في الاقتصاد بتاعنا. انا ما بقولش سر ولا حاجة، وان احنا نوقف كل المشروعات اللي بتتعمل، ووجهة نظر من منظور اقتصادي وجهة نظر جيدة، مفيش فيها، محدش يقدر يتكلم فيها حاجة، لكن أنا هحط قدامنا مش وجهة نظر، هقول إيه؟ هقول طب أنا الكلام اللي بقوله دايما، أنا بشغل 5-6 مليون، قولوا لي أنتوا يا مصريين يلي إحنا كلنا في مركب واحد، أخلي ده يقفل ويروح، حتى لو أنا هديله إيه؟ هديله 500 جنيه؟ هديله 1000 جنيه في الشهر؟ يعني هدفع 5-6 مليار في الشهر في السنه ب 60 مليار، في حين ان هو بيعمل ده، الراجل اللي بتكلم عليه ده اللي شغالين في الدوله كلها بالكامل بيعمل له مبلغ اكتر من كده بكتير وعايش. هتقولي بس الدنيا غاليه، هقول لك غاليه بس كلنا نقدر نعيش، بس كلنا نقدر نعيش لو نستحمل هنعيش وهنكبر وهنتجاوز المشكلة دي. سيادة الرئيس اتكلم بمنتهى الصراحة وقال انه من كام يوم كان بيتكلم انه استقرار الدولة امن مش حكومة ولا القيادة بس اللي بتتحمله، لكن كلنا، كل أفراد الشعب. وقال كمان يا مصريين اوعوا تتصوروا اني مش مقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية اللي في مصر. الرئيس فاهم وعارف وشايف وحاسس وبيبذل أقصى ما عنده، وبيقول كمان أنا مقدر صلابتكم. الرئيس وصف الشعب المصري بالصلابة، وده حقيقي، الشعب المصري بيتصف بالصلابة لأننا يا ما دق اتعرس طبول. صحيح، يا ما دق اتعرس طبول، وإحنا بنقف وبنتحمل وبنستحمل ومفيش حاجة بتوقعنا أبدا، وإحنا في ظهر رئيسنا كمان.